نحكي للتربية أو لأي حدا بيجي مسؤول عن مدرسة بدنا آذن، إحنا بحاجة لآذن، وكلوا لي نعين وزير ولا نعين آذن. شو السبب؟ ليش يعني الآذن مثلا بده شهادات ولا بده خبرة؟ هاي نقطة. بعدين أنا راتبي 2400 شيكل، شو بيساوين 2400 شيكل في وضع زي هيك؟ أنا فاتحة دار لحالي، يعني لا في جوز ولا في حدا، فاتحة دار لحالي وعندي شباب وعندي بنات، وراتبنا من مرة متدني مش شوي وشويات، وطبيعة العمل 10%، ليش إحنا بس 10%؟ ليش ما يحطوها 50% يزيدونها؟ اللي يصير إحنا متساويين. حولونا للإداريين، قالوا لنا أنتوا للإداريين تابعين، بزيدوا الإداريين بزيدوناش، ما بيجي حدا بكلنا أنتوا إداريين هينا زدناكوا زي ما زدنا الإداريين. برضه هذا مش منطق، يعني مش كلام. لو كتاش إحنا بنضل هيك، لو كتاش ضل حقوقنا رايحة، ما حدا مطلع فينا ولا حدا سائل فينا. أجا مرة تبع الاتحاد علينا عن مدرسة، بحكي له هيك هيك إحنا، له بقول أنا مش معترف فيكم أنتوا يا الأدنى، أنتوا هينا صرنا نجيب لكم 600 شيكل كل سنة، وال 600 شيكل إكرامية عاودوا قطعوها عنا، انقطعت على طول. مش محتاجين هال 600، إحنا بدنا يحسنوا لنا راتبنا، بدنا يحسنوا لنا راتبنا، أهم إيش راتبنا، اللي نعيش عيشة هنية إحنا وأولادنا وعيلتنا في الوطن. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. إحنا طبعا إحنا من قالب في هذا الموضوع تقريبا من 5 سنوات، كان ممثلين للأذن من كل الضفة، وهذا الموضوع إحنا قالبنا فيه أكثر من مرة واشتغلنا فيه أكثر من مرة. للأسف بتتجه لاتحاد المعلمين بقول لك أنت لست من المعلمين، فبتتجه للوزارة، الوزارة بتقول لك أنا حاضر راح أسويك مع المعلم. فإحنا قد ما حكينا وقد ما تكلمنا في هذا الموضوع، للأسف وعودات بدون أي فعل. كن قال لك أنت عمود المدرسة، أنت كذا أنت كذا، وللأسف مش شايفين ولا إشي. إحنا إنا سنوات لا بيزيدونا معاش ولا بيزيدونا مخاطرة ولا بيعطونا أي شيء، وهي احنا ان جبنا منا نقابه جديده بسبب انه الاتحاد المعلمين كان يقول كل من يعمل في وزاره التربيه والتعليم فهو معلم. فللاسف عندما نيجي عند الحقوق ما لنا حقوق عنده، بقول لك انا ما الي. فاحنا توصلنا لنقابه قبل 6 شهور، والنقابه للاسف رفعت مطالبنا من 3 شهور، ولليوم هذا لا مجيب لهذا الكلام. نحن من نسعى على راحة الأبناء والأطفال في المدارس، نكون بحمايتهم، نتابع أمورهم. إذا طالب كان مريضا نأخذه إلى الدكتور، نحن الأساس، لذلك لنا حق. من هنا أقول لوزارة التربية والتعليم، عليها فورا تحقيق مطالبنا، وإياه التصعيد قادم. الآن يعقد مجلس الوزراء ليسمعوا كل الوزراء، ورسالة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء وكل الوزراء من أجل تحقيق مطالبنا. لن نتراجع، لن نتراجع إلا بتحقيق كافة مطالبنا. ونحن هنا الخطوة الأولى اليوم، وستستمر خطواتنا حتى تثبيت جميع عقود المياه.
وحتى نحصل على عجوات وغلاء معيشة وزيادات. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، إحنا جئنا اليوم لننقل رسالة. نحن من بني البشر، ونحن فلسطينيين، ونحن لنا حق كأي مواطن فلسطيني. شبعنا من الشعارات، أنتم عمال الوطن، الوطن يقتضي، نحن حراس الوطن، ونحن حماة الوطن، ونحن من سيقف أمام من يتعدى على حق المواطن. نحن حقنا لا نطالب بأكثر من حقنا. أنا أطلب حق المواطنة، أنا أطلب حق الحماية من هو مسؤول عني، سواء كان مدير أو تربية التعليم أو حتى رئيس الوزراء أو حتى رئيس الدولة. هذا حق طبيعي ومشروع لنا، وكفلته جميع المنظمات والمؤسسات الدولية. نحن لسنا أقل من أي فرد في هذا المجتمع، ولا من أي فرد في العالم كله. نحن بشر ولسنا من فصيلة أخرى. نقول لمن يريد أن ينتقص حقنا، نريد حقنا منك. نحن جئنا الآن مسالمين، وسنأتي كمان مسالمين، ولن نأتي بخطوات خارج نطاق القانون. نحن تحت ظل القانون وعلى القانون، ويجب على القانون أن يحمينا، لأننا أبناء هذا الوطن، أبناء هذا القانون. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يا وزارة ليش ليش؟ يا وزارة ليش ليش؟ يا وزارة ليش ليش؟ يا وزارة ليش ليش؟ بدنا خبز وبدنا عيش، بدنا خبز وبدنا عيش، بدنا خبز وبدنا عيش، بدنا خبز وبدنا عيش. يا حكومي ليش ليش؟ يا حكومي ليش ليش؟ بدنا خبز وبدنا عيش، بدنا خبز وبدنا عيش، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، بأمن وصحة وسلامة، بأمن وصحة وسلامة، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، بأمن وصحة وسلامة، بأمن وصحة وسلامة. يا عامل أنت الأول، يا عامل أنت الأول، وأنت الصانع للمستقبل، وأنت الصانع للمستقبل، وأنت الصانع للمستقبل، وأنت الصانع للمستقبل. بلا لف ودوران، بلا لف ودوران، حق الأذن ما بينهال، حق الأذن ما بينهال، بلا لف ودوران، بلا لف ودوران، حق الأذن ما بينهال، حق الأذن ما بينهال، بلا لف ودوران، بلا لف ودوران، حق السائق ما بينهال، حق السائق ما بينهال، حق السائق ما بينهان، حق السائق ما بينهان، والآذن هو العنوان، والآذن هو العنوان، والآذن هو العنوان، والآذن هو العنوان. ما طالبنا شرعية، ما طالبنا شرعية، ما طالبنا شرعية، ما طالبنا شرعية، كرامة كرامة وحرية، كرامة كرامة وحرية، ما طالبنا شرعية، ما طالبنا شرعية، كرامة كرامة وحرية، كرامة كرامة وحرية. بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، أمن وصحة وسلامة، أمن وصحة وسلامة. يا حكومي ليش ليش؟ يا حكومي ليش ليش؟ بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش. نعم نعم.
عيش عيش. يا شبابنا يا حبيبي يلا عند الشباب عندكم عنكم تعالوا يلا احنا هلا بدنا نعصم جوا المفروض يطلع الوزير يطلع رئيس الوزراء يحكي معنا المفروض يطلع رئيس الوزراء يحكي معنا أكيد خليك تروح تشوفه برجع بدك 5 6 7 8 تفوتهم على فيش مشكلة ايوه هيك بدك تدرس ساعه خلص ايوه بس يجي رئيس النقابة شوي عبال ما يجب بشار ويكتمل العدد خلينا هيك
وين نديه؟ هلا سامر ولا هاي انت احنا عبنة القدس احنا منطالب في حقوقنا. الاذني لما يكون راتبه 1500 شيكل ويخصموا منا شو فشنا نعيش؟ نحط مصلى باب الجوامع ونشحد؟ الاذن لما يعبر المدرسه على 6 الصبح ويخرج من المدرسه على 2 او على 3:30 واحنا واقفين عجرينا وتشسحنا على 1500 شيكل ولا الحكومه معتبرتنا ولا معبرتنا. جميع بزيد المعلمين وبزيد الدكاتره وبزيد المرضى الا الاذن. الاذن شخصيه مهتمين مهتزين فيه مستهينين فيه. كان الوزارة كان الحكومة كان المدراء. احنا منطالب في كرامة الاذن. الاذن من حقه انه يطالب كرامته اولا، وثانيا احنا كنا عقابة القدس نطالب في علاوة المخاطرة اللي هي 700 شيكل اللي ونطالب في علاوة القدس اللي وقعها رئيسنا الراحل ابو عمار الله يرحمه، وقعها ابو عمار قبل ما توفى في علاوة القدس للاذنة القدس والضواحي. ليش الحكومة خصمتهن علينا؟ ال 700 شيكل المخاطرة لما تحمي علينا الاحتلال ونتعرض لضرب غاز وخنق عدة مرات اقتحموا علينا واحنا يا الاذنات او الاذنة نتعرض لوجوه الاحتلال. وين ال 700 شيكل المخاطرة؟ لما نتعرض للخنق حدا بنفعنا؟ حدا بيجيب؟ احنا منطالب في جميع الانحاء انهم يحضروا لنا حقوقنا ويعطونا حقوقنا. من حقنا من حقنا كأذنة كالناس كوضع انهم تشيل يساعدنا وتشيل واقف معنا. واحنا اهم منطقه. احنا على فكره احنا لما نكون من اضراب بدنا نوريهم المدارس شو بحاجه لنا، شو الوضع اللي احنا مناسسه. دنيا عمر صلاح الدين رئيس نقابه القدس. وزاره الماليه قاعده بتاخذ لحالها، وزاره الخارجيه لحالها، وزاره الصحه لحالها. هذا قاعد بيطلب علاوه مخاطره، وهذا بيطلب شو اسمه، وشو مالهم هذول؟ هذول شو مالهم؟ مش بني ادمين؟ هذول مش بني ادمين؟ هذول احق الناس. للعلم اي موظف من مدير لوزير لمسؤول بدون هذول ولا شيء. بدون هذول ولا شيء. بتعرض لاحتلال، بتعرض لكل شيء. وين احنا من مطالبنا؟ احنا مطالبنا قليله جدا. احنا مش جايين نحارب لا حكومه، احنا لا بالعكس مع الحكومه وبنحب الحكومه، بس احنا في لنا مطالب. مطالبنا قليله جدا اللي هي طبيعه العمل اهم بنودها تثبيت عقد المياومه والغاء عقد المياومه نهائيا. احنا نرفض عقد المياومه. عقد المياومه عامل لنا ازمه في بين هاي الفئه. طب ليش احنا حطونا على عقد المياومه؟ يعني عقد المياومه 1450 باخذ الاذن، هل بيطعم عيلته اللي عنده خمسه وسته
عقد عام عيش. فإحنا منطالب بإنهاء هذا العقد أولا، وتثبيت جميع الأذن على بند المياومة وعددهم 1200 شخص ولا على سنوات التقسيط. قسطونا إياهم على 3 سنوات حسب ما وعدونا الوزارة، هذا وعد من الوزارة، لسه أقاويل شارع. لا تمام، فهذا احنا نلغيه، ما بدنا اياه، بدنا نلغي بند المياما، بدنا طبيعه العمل احنا لو كفئه 10% ولا شيء، بدنا احنا 50% من طبيعه العمل، بدنا الغاء بدنا فتح الدرجات بسكنونا، ليش بتسكننا على درجه 6؟ ليش ما احنا نستمر؟ طب احنا لما الاذن بكون الى 30 سنه وراتبه 2400 شيكل، هل هو ده بعيش شعب؟ ما بعيش شعب، فاحنا بدنا طبيعه العمل 50%، مش طالبين اكثر من 50%، لا كان لكم 100% ولا شيء، احنا بنقولكم النص 50%. اللي نقدر احنا نضبط رواتبنا، نقدر احنا نعيش اولادنا، اللي نقدر احنا في عندك بند مخاطره، البند المخاطره احنا بنطلبها للجميع، بس في بند مخصوص من زمان للمناطق الصناعيه، للمدارس الصناعيه، المدارس الصناعيه عددها 79 اذن على مستوى الوطن، ليش ما بتنفذ هذا البند؟ هو ده في القانون المدني، في هذا البند موجود في القانون المدني وانا صوت للمدارس الصناعيه، اين هو؟ بدنا احنا تنفيذه، مش طالبين اكثر من شيء، والحد الادنى من الاجور، الحد الادنى من الاجور لا تكفي، لما حدنا احنا الراتب الاساسي 1450، احنا شو ضل؟ تمام، بس تعال شوي بس ثواني، لو سمحت انت كم راتبك؟ كم صار لك شغاله؟ انت شخصيا شو وضعك؟ احكي لي عن مضمونتك. انا مريم، بشتغل في مدرسه عين علي، راتبي الي 15 سنه، راتبي 2000 شيكل. وكنت لما ثبتت ولما اجاني التثبيت هذا قبل 15 سنه، بس هسه ما فيش بند عقود له 6 سنوات 7 سنوات على هذا وتسع سنوات، ولا في اي بند ما حد منهم اتثبت. فانا راتبي 2000 شيكل، شو بدي اطعم؟ مين بدي اطعم؟ مين بدي اطعم؟ لما جوزي انا بكونش مشتغل، او انا مطلقه، او انا ارمله. طب انا بدي اعيش بنت مريضه، كيف بدي اعيشها؟ واجار الطريق، ولا اذا عندي طالب وطالبين في الجامعه زي ما بيحكوا لك، كيف انا بدي اعيشها؟ لما 2000 شيكل شو بدي اطعم؟ احنا بدنا فقط مطالبنا وارفعوا لنا رواتبنا، وعيب على اي وزير من الوزارات يشوفنا موجودين. قديش واحد في الأخوة اللي هان وصل المستشفى بسبب العلو؟ لو سمحت انا بدي اسال قديش واحد من الزملاء اللي هان وصلوا المستشفى بسبب الكلور؟ بس تمام، قديش واحد هان وصل على المستشفى وين على المستشفى بسبب الكلور؟ 22 سنه 2500 شيك، شو هن؟ انا واحد انا بدي احكي. اسم الاول دنيا عمر صلاح الدين. يا جماعه يلا وهي 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 يلا. بدنا نعيش بكرامه، بدنا نعيش بكرامه، كفينا المهانه، كفينا المهانه، بدنا نعيش بكرامه، بدنا نعيش بكرامه، كفينا اسمع يا وزير بدنا تحكيم الضمير اسمع
اسمع يا وزير، اسمع اسمع يا وزير، بدنا نحكم الضمير، بدنا نحكم الضمير، بدنا نعيش وبدنا نعيش، بدنا نعيش وبدنا نعيش، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، بكفي ذل ومهانة، بكفي ذل ومهانة، مالنا مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، ما بنعيش بذلية، ما بنعيش بذلية، اسمع اسمع يا وزير، اسمع اسمع يا وزير، بدنا نتحكم الضمير، بدنا نتحكم الضمير، هي يلا وهي يلا، هي يلا وهي يلا، مطالبنا مش حي الله، مطالبنا مش حي الله، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، بكفي ذل ومهانة، بكفي ذل ومهانة، بدنا نسمعكم بالصوت، بدنا نسمعكم بالصوت، ما طالبنا ما بتموت، ما طالبنا ما بتموت. يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. من هنا أبعث لكم تحيات الأخ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأخ شاهر سعد، والأخ مفوض التعبئة، مفوض المنظمات الشعبية، اللواء توفيق الطهاوي. من هنا يحييكم على هذه الوقفة، هذه وقفتكم بداية لتصعيد قادم. نحن ننتظر الردود على مطالبنا بأقصى سرعة، وإذا لم يستجيبوا فنحن لهم. لذلك أنتم أيها الأذنة، أنتم أيها السائقين، أنتم أيها الحراس، أنتم أيها المراسلين، أنتم أساس الوزارة وأساس بناء الوطن وأساس التعليم في هذا الوطن. الوزير ودولة رئيس الوزراء والوكلاء جميعهم معروا من بين أيديكم، أنتم أكبر منهم، يجب أن يكونوا خدم، خدم للشعب وخدم لنا. لذلك 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 نحن نطالب، نحن مطلبنا عادل، وهو تثبيت عقود المياومة، وحقنا في طبيعة العمل، وحقنا في علاوة المخاطرة، وحقنا في أن نعيش بكرامة، في أن نعيش بحرية على أرض بلدنا. دائما دائما الحكومة تتحجج بأزمة مالية، بأزمة مالية. هل الأزمة المالية فقط على البسطاء وعلى الأذنة وعلى الذين راتبهم بسيط؟ هل الأزمة المالية على هؤلاء؟ لتكن الأزمة المالية على الوكلاء والوزراء. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الوزير يقبل راتب آذن أو سائق فاتورة التليفون له؟ لا يقبل. أو يقبل فاتورة بنزين لسيارته؟ لا يقبل. لذلك نحن هنا مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، أن نسلموا حرية، أن نسلموا حرية، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، أن صحة وسلامة، أن صحة وسلامة. يا وزارة ليش ليش، يا وزارة ليش ليش، يا وزارة ليش ليش، يا وزارة ليش ليش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش. لتصلهم رسالة قوية،
الآن الوزراء يتوجهون إلى مجلس الوزراء لعقد جلسة في هذا الوقت لتصلهم رسالة قوية. ما لم يتم تحقيق مطالبنا التصعيد قادم، التصعيد قادم، والإضراب قادم. هذه خطوة أولى، هذه هي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى لتلبية مطالبنا. أنصحهم أنصح مجلس الوزراء بالتوجه لنا فورا وتحقيق مطالبنا. من هنا أطالب وزير التربية والتعليم قبل الذهاب إلى جلسة مجلس الوزراء القدوم هنا، القدوم إلينا هنا ليسمع منا ما نقول. وليكن معلوما لديكم أننا قدمنا رائحة المطالب، أننا قدمنا رائحة المطالب مرة ومرتين وثلاثة وهي بين أيديهم ولم نتلقى رد لغاية الآن. لذلك نحن هنا من أجل تحقيق مطالبنا، نحن هنا باسم جميع الأذنة والسائقين والحراس والمراسلين في الوطن من يطا إلى جنين، من يطا إلى جنين. نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نقول في العشر الأواخر لشهر رمضان، نتمنى في العشر الأواخر أن يستجيب مجلس الوزراء لمطالبنا. وأيضا نحن مقدمون على عيد العمال العالمي 1/5 الأول من أيار الذي يخرج فيه عمال العالم ليقولوا مطالبهم، ليطرحوا مطالبهم. وكم من نقابات غيرت الحكومات في الدول. لذلك أنتم تصنعون المستقبل. قلنا في الاتحاد لنعلن شرارة العيد العمال من باب العمود، سننطلق من باب العمود ومن الأقصى ومن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة. شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. الله الله سيكون الأول من أيار 1/5 برغم الصيام الاحتفال سينطلق من مخيم جنين الصامت الذي يستحق منا كل التقدير. الله أكبر. بدنا نعيش بكرامة، إذن ارفعوا صوتكم عاليا في المطالبة بحقوقكم. نحن معكم حتى تحقيقها. يجب أن يكون هناك حرية رأي، يجب أن يكون هناك عدالة وتوزيع الثروات. العمال، الأذنة، السائقين، الحراس، المراسلين بحاجة إلى زيادة على الراتب، زيادة طبيعية. نعم، زيادة سنوية. بدنا كرامة وحرية. عدالة اجتماعية. اسمع يا وزير.
ماسك التعليم. بسم الله. ألف شكر لكم على حضوركم، على مشاركتكم، على انتمائكم لنقابتكم، من أجل أن نرفع صوتكم، صوتنا واحد، من أجل أن ننال حقوقنا. نحن هنا جئنا من باك جميع المحافظات لنبرع الرسالة، رسالتنا نحن شريحة مهمشة في السلطة الوطنية الفلسطينية، نطالب بأن نأخذ كامل حقوقنا التي عملنا عليها وقراها إلى وزارة التعليم وبدورها رفعوها لمجلس الوزراء، ولكن للأسف لم يتم النقاش بها. إحنا بنطالب إن يتم نقاشها ويتم تنفيذها على أرض الواقع. نحن هنا جئنا لنقول كلمتنا الواحدة وصوتنا الواحد. نحن لا نبحث إلا عن حقنا، نريد أن نعيش بكرامة أسوة بباقي الموظفين. عم بيتكلموا إنه في إنه الاتفاق اللي تم مع الاتحاد بيشملنا. أي اتفاق هذا بما إنه مشروط؟ بتقول لك الحكومة إحنا رايحين نلتزم فيه إذا توفرت الأموال، وإن شاء الله بتتوفر الأموال، لكن إحنا بنمر في أزمة مالية منذ 6-7 شهور ولحد الآن ما توفرتش هاي الأموال اللي ينصبونا فيها، وبعدين عم بيزيدونا ب 15%، ال 15% هاي يا إخوان لا تمثل 50% من نسبة الغلاء اللي صار عندنا خلال الربع الأول من هذا السنة العام. يعني إحنا بنطالب، وإلا مطالب إحنا أول شيء نطالب برفع علاوة طبيعة العمل. طبيعة العمل إحنا بيعطونا إياها 10%، إحنا بنطالب إنها تكون أسوة بباقي زملائنا من الإداريين تصل إلى 50%. بنطالب بتثبيت الأخوة اللي بعملوا تحت بند الولايومي، واللي للأسف معالي الوزير في آخر مؤتمر صحفي له مع الاتحاد اتطرق إلى المعلمين ولم يتطرق إلينا بأي كلمة. قال سنثبت 705 موظف، لكن نسي انه في عنده 1270 اذن من 2015 ما ثبتوش. وين حقوقكم هذول يا معالي الوزير؟ وين حقوقكم؟ بدنا نعيش بكرامة. كفي ذل واهانة. كفي ذل واهانة. مطالبنا شرعية. مطالبنا شرعية. بدنا نعيش بذلية. بدنا نعيش بذلية. احنا طبعا الزملاء من المدرسين اللي ثبتوا هذا حقهم احنا معهم، لكن برضو ان الا حق احنا مش معترضين على تثبيتهم، لكن هذول الزملاء توظفوا في 2018، احنا من 2015. بعدين احنا بنطالب بعلاوه المخاطره وجميع فئات المجتمع وكل من دخل المدارس، واكيد كلهم كل المسؤولين دخلوا المدارس هم واولادهم بيعرفوا الاذن شو بخاطر وشو شغل الاذن وشو المسؤولين مع المقاعدكم، والسائق اللي بيحمل كمان زملاء وبنقلهم الى كل الاماكن خلال المخاطره والحوادث. احنا بنطالب كمان انهم يرفعوا عنا التسكين في الدرجات. ليش عم بيسكنني بالدرجه السادسه وبقعد 18 سنه ماليش اي علاوي او اي زياده؟ كل هاي الامور احنا بدنا اياها. نعم. اسمع يا وزير. اسمع اسمع يا وزير. بدنا تحكي بالضمير. بدنا تحكي بالضمير. اسمع اسمع يا وزير. اسمع اسمع يا وزير. بدنا تحكي بالضمير. بدنا تحكي بالضمير. بلا لف ودوران. بلا لف ودوران. حق العامل حق الاذن ما بينهان. حق الاذن ما بينهان. يا نقبتنا الوطنية من نعيرك تحية.
كل كلمة بحياه الله هم يتحملون فيها. احنا اليوم اذا شايفين احنا في الاعتصام اللي احنا موجودين فيه ولا وزير طلع عليه ولا حدا طلع عليه. انا وجهنا طبعا كل التوجه تبعنا اليوم كان كل التوجه تبعنا انا اليوم بعد ما توجهت للحكومه وللوزراء اليوم بوجه رسالتي للنقابه اللي هي الوطنيه اللي هي تشكلت واحنا بنعرف انها تشكلت صلها بس 6 شهور. بحملكم امانه هذول بركابكم انه امانه الله ما تتقلدوهم لانه في غيرنا احنا من انا بحكي عن حالي من 2001 لليوم ما شفتش اشي ولا من النقابه ولا من اتحادها. فانا اليوم على اساس نكون شو اسمه منصفين لكم انتم لساتكم 6 شهور وبنعطيكم فرصه واحنا معكم قلبا وقالبا وبنحملكم مسؤوليه وبنقول احنا معكم بس وقفوا معنا وامانه هاي تركيبكم ليوم الدين. اسمع يا وزير بدنا نحكي بالضمير اسمع يا وزير بدنا تحكي بالضمير. اللي قالوا اخونا فعلا مهم جدا انه نعقب عليه. احنا وجدنا الا 6 اشهر لكن من اليوم الاول اللي وجدنا فيه بدأنا في المشاورات والمحاورات والاتصالات حتى نحقق اهدافنا. احنا خلقنا من اجل ان نرفع الظلم عن انفسنا وليس ان نزيد الظلم. نحن نعاهد الله ونعاهدكم ان نبقى على العهد وعلى الوعد حتى نحقق كافة مطالبنا دون تنازل ودون اي نقصان من حقنا. نحن معكم قلبا وقالبا امامكم وخلفكم وفي جميع الجهات حتى نأصل حقنا. واذا ما حصلنا على حقنا وحقكم طبعا انتوا لكم الحق تحاسبونا كيف بدكم. لكن احنا مصرين في كل الطرق ان ناخذ حقنا. واحنا من هون بنوجه رسالتنا بعد ما وجهناها لمجلس الوزراء وللوزارة بنوجه رسالتنا الى سيادة الرئيس محمود عباس ومن كله نحن ابناء هذا الشعب ان ارجو ان تنظر الينا بالعين واللطف وان تصدر اوامرك الى جهات الاختصاص لان يتعاملوا معنا ويعطونا حقوقنا كاملة. ثم أن لا يظلم أبناء هذا الشعب ولا تظلم أبناء هذه الشريحة. نحن إن شاء الله مستمرون حتى نحصل على كافة حقوقنا. وللعلم في نقطة ننوه عليها نقطة مهمة جدا للي بيعرف شو الآذن والسائق في نحن معنا من الزملاء من يحمل شهادة البكالوريوس ويحاول على شهادة الماجستير. وهناك ناس منا من أبنائهم من كان طبيب ومهندس ومحامي في كل المجالات. احنا شعب واحنا ناس مثقفين وبنحمل رساله ثقافيه وبنشتغل تعليميه. احنا الاكثر امانا على هذه المؤسسه فلذلك نحن نطالب ان نكون الاكثر انصافا ايضا مقابل هذا العمل. وشكرا لكم. بدنا نعيش بكرامه بكفي ذل واهانه مطالبنا شرعيه جينا اليوم على اساس انه نتامل مع اخوتنا ومع زملائنا. وفي كمان الاسبوع الجاي راح يكون في تصويت معهم. انتم عده مؤسسات انتم الاساس معنا وترفع انتم الاساس في هذا المجتمع. انا عمي بصير قاعد ظلم وما في عدل. انتم الاساس في هذا المجتمع. كريم كنت طفلا. لو سمحت سمعك مقابلات هناك بس بعيد عن الصوت. تعال كريم. كنت طفلا في الصف الاول ابتدائي عندما مرت اي اذن اخذني الى الدكتور مع السائق. لذلك انتم الاساس. اسمحوا نرقص الفاشل.
اقتحام الوزارة، اقتحام الوزارة يا جماعة، مناش نطلع من الوزارة قبل الأول، أنت شن شعار ولا شعار؟ شنب ولا وزير؟ وين أسره هو